بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض امتحان تربية دينية إسلامية للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول. الامتحان أولا القرآن الكريم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ألف. أكمل الآيات إلى قوله تعالى: هل ترى من فطور. طبعا هنكتب الآيات بالشكل ده: بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. إلى قوله تعالى: هل ترى من فطور. آية واحدة فقط، الآية رقم 3. باء معنى الملك، يا ترى السلطان والقدرة ولا المال والثروة أم الجاه والعظمة؟ الملك، تبارك الذي بيده الملك، يملك كل شيء سبحانه وتعالى. إذا معناها السلطان والقدرة، نضع خط تحت السلطان والقدرة. معنى ليبلوكم، نرجع للآية ثاني. تبارك الذي بيده الملك هو الملك هو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليبلوكم أي ليحاسبكم أم ليهلككم أم ليختبركم. البلاء من الاختبار، يبقى معناها ايه؟ ليختبركم. معنى تفاوت، معنى تفاوت تهاون او عدم تناسب ام تماسك. طبعا الآية يقول الله سبحانه وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر تم الفطور. تفاوت معناها عدم تناسب، يعني الاشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى كلها متناسبة. جيم. تناولت سورة الملك إثبات عظمة الله وقدرته أم قصة ثامود، أم قصة ثامود أم معرفة المعجزات للأنبياء؟ طبعا مفيش في سورة الملك قصة ثامود ومعرفة المعجزات. في بداية السورة قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. والخلق والحياة والموت يدل على إثبات عظمة الله وقدرته، يدل على إيه؟ إثبات عظمة الله وقدرته. دال. لماذا خلق الله الناس؟ خلق الله الناس ليعبدوه، لأن الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغرض من خلق الناس العبادة. ثانيا الحديث الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه، وأشدهم في أمر الله مين؟ برافو، عمر. وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله عنهم جميعا. ألف. أكمل مكان النقط. كملنا مكان النقط: وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان. باء. باء معكم رجل لو قسم إيمانه بين جند من الأجناد لوسعهم. من قائل هذه العبارة؟ طبعا قالها عمر بن الخطاب في من قيلت، في حق مين؟ قالها في حق عثمان بن عفان رضي الله عنهم. اختر الإجابة الصحيحة. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أول الخلفاء الراشدين أم ثاني الخلفاء الراشدين أم ثالث الخلفاء الراشدين؟ أحسنت، كان ثالث الخلفاء الراشدين. ثالثا الفروع. العقائد. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. وألف. إذا رزقك الله تعالى تقول الحمد لله. العبارة صح ولا غلط؟ طبعا صح، نقول الحمد لله على كل حال. باء. فرعون كان عادلا في حكمه.
العبارة صح ولا غلط؟ العبارة خاطئة، لأن فرعون كان ظالما في حكمه وكان يدعي أنه إله. جيم، حضرت الخنساء حرب القادسية. أحسنت، نضع علامة صح، حضرت حرب القادسية. دال، قوم سيدنا صالح عليه السلام هم قريش. طبعا العبارة خطأ، لأن قوم سيدنا صالح مين؟ ثمود. قال الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالح. إذن قوم سيدنا صالح هم ثمود. ها، الأرض التي وقعت عليها أحداث قصة موسى وفرعون هي مصر. الإجابة صحيحة. العبادات أكمل. الزكاة نقط على كل مسلم قادر. الزكاة هي، أحسنت، الزكاة فرض على كل مسلم قادر. الزكاة فرض. باء، كانت قبيلة سيدنا صالح عليه السلام تعبد، كانوا يعبدوا إياه. أحسنت، الأصنام، كانوا يعبدون الأصنام. يكافئ الله المتصدق بإيه؟ يكافئ الله المتصدق بماذا؟ الذي يتصدق يكافئ الله بماذا؟ بمضاعفة الثواب والمغفرة، بمضاعفة الثواب والمغفرة. تخرج الزكاة لمين؟ الزكاة تخرج للفقراء والمساكين. ها، الإنفاق في سبيل الله ماذا يفعل بالمال؟ يزيده أم ينقصه؟ الإنفاق في سبيل الله يزيد المال، نكتب كلمة يزيد. ثلاثة، القصة، صل من العمود ألف ما يناسب العمود باء. ألف، ولد ابن عوف ونشأ فيه. تولد فين عبد الرحمن بن عوف؟ ولد ابن عوف ونشأ فيه. أين ولد ابن عوف؟ في المدينة أم في الحبشة أم في مكة؟ أحسنت، ولد في مكة. باء، هاجر عبد الرحمن إلى المدينة أم الحبشة أم مكة؟ أحسنت، هاجر إلى الحبشة. غير الرسول صلى الله عليه وسلم يثرب إلى، طبعا المدينة كان اسمها في البداية يثرب، وغيرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة. دال، لماذا وجد الرسول صلى الله عليه وسلم بلاد الحبشة خير مكان للهجرة؟ لأن ملكهم كان رجلا صالحا لا يظلم عنده أحد. كده إن شاء الله أكون خلصنا الامتحان الأول، وإن شاء الله انتظرونا في النموذج الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.